بداية على خطى القديس مار أنطونيوس الكبير اللي طبعا على خطاه هو أبو الرهبان وكوكب البرية، وبالتالي منحه الرب شفاء الأمراض وطرد الشياطين، شفيع الحياة النسكية شرقا وغربا. وبالتالي اليوم انا بتوجه بالبدايه للرهبانيه اللبنانيه الانطونيه رجالا ونساء يلي بيحتفلوا بهالعيد، واكيد فخامه رئيس الجمهوريه مثل كل سنه بعيد معهم عيد مار أنطونيوس ببعبده بالقداس وبعدين بالغدا. انا بتقول ينعاد عليكم كما ينعاد على كل الرهبان في لبنان يلي اليوم بعيد مار أنطونيوس بيجددوا نذور الرهبانية. نحن بدنا نقول الله يثبتكم أكثر، وبالتالي مار أنطونيوس سرعة خطاكم لأنه هو مثل ما قلت شفيع الحياة النسكية ومثال الكمال. نحن اليوم نتوجه له بمحبة خاصة ومندعي طبعا أنه يثبتنا بمحبته، نتقوى كمان على كل شيء حتى نتخطى كل المصاعب. بعيد كل يلي اسمهم أنطوانيت، أنطونيوس، أنطونيو، توني، يعني كالمفردات مار أنطونيوس. ينعاد عليكم وببدا الحلقه بالمتابعات. بدايه من الدكوانه مع رئيس بلديه الدكوانه الاستاذ أنطوان شختوره، كمان بنعايدك اليوم استاذ أنطوان. ميرسي نعد عليك مدام، كيف صحتك؟ ماشي الحمد لله، انت منيح؟ الله يخليك ان شاء الله. كل بنعيد على الجميع، كل شخص يسمعوني ان شاء الله بكون هالعيد خير وبركه على الجميع يا رب. ان شاء الله يا رب. ريس عم بحكيك مشان موضوع كنا اثرناه من سنه نحن وياك، وبعرف انه عم بتتابعه، ولكن لليوم عم يرجع يتعاود، هو قضيه مطعم مطر ب بالدكواني يلي هالدخان يلي عم يتصاعد، يعني ما بعرف وين بيوصل. نحن رح نفرجيك الصورة يلي وصلت لنا ويلي نحن بنتمنى، ما بعرف شو الإجراءات ممكن تتخذ لأنه مش معقول هالدخون هيدا. نحن عم نحط الصورة على الشاشة إذا حضرتك عم بتشوفها، ويمكن بتشوفها دايما، شو فينا نقول للناس سكان المنطقة خصوصا الهاربين؟ ما بدي أشوف الصورة، يعني موضوع فروج مطر، اما محلات طوني مطر اللي هو شخص بيتخذ من ديكواني، نعم، انه علنا عم بقولها وقصد عم بقولها انه بيتخذ من ديكواني. صار لي انا غير ايام الوالد وهلا ايامي تشبيق نحن وياه بحول هالموضوع. انا صار عامل الدخون حوالي 7-8 مرات، وقد ما تعلي قد ما عم تطلع الريحه. يعني هذا المطلوب ازالته كليا. هو اصلا مضروب التخطيط ضمن الايكوشار، نعم، انه ايكوشار يتنفس يا ما يتنفس، حتى ضمن ال 20 متر كمان مضروب. يعني انا اذا نفست انا ال 20 متر واللي هي ممكن تتنفس هلا وسط القصر الجمهوري اللي حكي مع مجلس الانمي والاعمار، ممكن ينضرب ويتسكر المحل. انا المحل ما له حل، لان عم بتلي كل المنطقه ريحه. مزبوط مزبوط. يعني غير انه انا كنت بنظر ومغير عده مرات الدخون تبعوله، ما فينا قد ما يعلق على كثافه الشغل اللي عنده، الله يوفقه ورزقته لإله يعني، بس عم بيطلع كثير ريحه وكثير منه مقبول. عدا عن هيك صار اخذ كذا ضبط، وانا سنه 2012 سكرته بالشمع الاحمر. يعني ما كنت ابدا لو ناخذ ديكواني، انا ما بيعني الموضوع حدث بتعرفي. يعني نحن بعرف ريس قد ايه جريء بقراراتك لسلامه الناس، وما راح فوت هلا بموضوع اخر اللي هو اليوم اقفال كل المحلات، وانت كنت اعلنت من عنا انه ستقفلوا واعطيت انذار بكل الحالات. بعتقد راحوا على شورى الدوله وهذا موضوع بانتظار. بتصور يمكن كمان هون في عم بسمع هيك مثل اشاعات انه اخذوا يمكن وقف تنفيذ، يمكن يفتحوا قريبا، بس حتى لو فتحوا قريبا انا برجع بوعد العالم وراح يرجع اتسكروا بفعل القانون. كيف فتحوا راح يرجع اتسكروا، لان اصلا رخصهم هي مخالفه للقانون، هن ضمن ال 100 متر ضمن المعهد المهني والتقني، وضمن ال 100 متر في دور عباده ومدارس مباني واهالي ومنطقه سكنيه. بس هون بين هلالي ريس، يعني مشكور، يعني انت دائما سباق بهذه القضايا وبتحملها بصدرك، وبعرف قديش اليوم في ناس متضرره وفي ناس بتقول عندنا رخصه ولا في ضغوطات كثيره. بس اليوم
لما بده يتخذ هذا قرار في بلدية فليتخذ على كل الأراضي اللبنانية، لأنه يعني معروف اليوم هالمحلات هيدي معروف اليوم وين لازم تكون. عندنا كازينو لبنان اللي هو مشرع هو الحصرية لإله، هل عملوا ديباجي سموها شيء ألعاب تسلية، هي منها ألعاب تسلية مار فعليا يعني. صحيح، يعني بتمنى من عدة رؤساء البلديات حتى لأنه على يبادروا يعني طبعا لأنه القانون يعني يمشوا بالقانون، ما بدنا أكثر من القانون. أكيد يعني حتى يساعدني لونطون شو اختار لحاله، طيب سكر كل محلات الديكون 11 من أصل 11، طيب ما يعمموا على كل بلديات هيك كثير بولدونج تتسكروا كل المحلات خصوصا كلها ضمن القانون ريس. نحن مش عم نتخطى القانون ريس بهالموضوع، مش من عم نتخطى قانونيا عم نحكي. اي مزبوط، يعني يساعدونا رؤساء البلديات يعني يوقفوا شوي، معلش لو بده يزعلوا مني. هلا بتعرف يمكن مش انتخابات بلديه بس انتخابات نيابيه، يعني في هلا انتخابات بالموضوع ما بتعرف اذا بيحتموا بالنواب وغيري بدي افكر هيك ما بنعمل شيء 100%. لا انا بدي اعمل قبل الانتخابات وبعد الانتخابات 100%. وان كان بينتخب ديكوان وما بينتخب ديكوان، واحد المحلات هو في شخص من ديكواني وعنده محل بوكر سكرت له اياه وبينتخب ديكواني ومش بس صوت وصوتين، عنده فوق 37 صوت. لا طون شخطوره ما فرق معنا. نحن ريس اللي بهمنا دائما نكون تحت القانون، بس يكون هذا القانون هذا القانون على كامل اراضي لبنان، ما بينعمل القانون على قياس منطقه او بلده. لازم كل البلديات هذا اللي بدي اقوله بهالموضوع ويشاركونا نكون ايد بايد 100% تنقدر نساعد كازينو لبنان والدوله اللبنانيه تكون هي حصريا موضوع هذا بيد كازينو لبنان، خصوصا انه ما في رقابه عليه يعني على عليهم وعم بفوت قاصرين وعم بفوت يعني ما بدي احكي عن المخالفات بعرف كثير مخالفات والمخدرات والافات والدعاره 100%. نحن عم نحكي مش بس بالديكوان، عم بحكي على كل الصعود. اكيد عم نعمل فالدوله تحسم امرها، اول شيء وزاره الداخليه معنيه، المحافظين معنيين، رؤساء البلديات معنيين. يعني انا بشيء بناشد اول شيء مجلس الشورى انه يطلع على الموضوع اطلاع كافي ووافي، بالنهايه نحن تحت القضاء، وايضا معالي وزير الداخليه كمان ينظر بهالموضوع، وسعاده المحافظ الجديد استاذ يعني مكاوي قاضي رئيس مكاوي. انا بشكرك رئيس، وما نحن ما بدنا نقطع برزقه للمطعم، ولكن نحن كمان بتهمنا سلامه سكان المنطقه. نحن ما عم نحكي كنقطع رزق حدا، انما اذا في من امكانيه لاصلاح الوضع بيكون كثير منيح بيئيا. شكرا لك. كمان متابعات بنتقل للاشرفيه لشارع الخازنين، باخر شارع الخازنين بيصير على مصلبيه مستشفى الروم. تفضلوا لاكل مي وينا. لهم اكثر من 15 يوم بلغوا شركه المي. اجت شركه المي كشفت، حطت هيدا اللي شايفينه هالبلاستيك وتركت المي 20 يوم 15 يوم عفوا مثل ما هي على الطريق العام. المي ما عم توصل على البيوت، رايحه هدر، ما كملوا تصليحها وتركوها. عم برجع فرجيهم اياها على الكاميرا. البنايات اللي حواليها ما عندهم مي من 15 يوم، المي هيك وبعدها على الطريق على مصلبيه مستشفى الروم اخر شارع الخازنين. بدي اشوف اذا شافوها على الام تي في وعلى الشاشه بتذكروا انه هن بلشوا تصليحها وتركوها وتركين الناس بلا مي. وهلا عم تكتر المي بالشتاء، يعني رح تصير كمان جوره وينزلوا فيها العالم، لانه هيك وعم بيصير في حوادث. صار اكثر من 10 حوادث، وهلا رح تزيد الحوادث اذا انتلت كلها مي والناس نزلت فيها. بس الناس بدها تشرب مي، ما بدها تشوف مي رح هدر على الطريق. باخذ اول اتصال لليوم. الو بونجور. اهلا بونجور مدام ريبيكا. نعم سوري بدي احكيك بليز بموضوع الدمور. ايه عم بحكي من الدمور. ايه اهلا وسهلا. نحن عنا بالدمور في كتير سوريين عم بيفوتوا على البلده وعم يعملوا اعمال شاذه ومش مرتبه. انا خايف ما يقوم يصير في علينا عائلتنا ولا على غير ناس يصير في عمل شاذ او جريمه بالدمور، ونحن طلبنا كتير من رئيس بلديه الدمور ما رح سمي لان انه يخلي السوريين يطلعوا من البلده مثل ما عملوا طبعا بمزياره. بدي بليز اطلب منك اذا ما في تلاقي حل لهالقصه. يعني في حوادث عم بتصير ما عم ينحكى فيها، يعني انتم خايفانين من شيء عم بيصير وما حدا عم يسمع لكم؟ ما سامع بجريمه كداس بالدمور؟ جريمه كداس بالدمور هيدي مثل انه اجى واحد سوري وقتله لمستر كداس. هلا ما بعرف اذا ممكن يجي واحد ثاني ويعمل عمل شاذة او شيء بشع.
اوكي اهلا وسهلا فيك. لا نحن كمان رح نتواصل مع الاستشار رئيس البلدية. اكيد يعني هو في خوف عند الاهالي دايما، مع انه الناس ما بتتشابه، ولكن لما بتوقع جريمة اكيد الناس بدهم يحسوا بانطباع خوف. معك حق، بدهم امان. كمان اتصال اخر. الو 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 ايه عم بسمع. الو في حدا على الخط بس ما بعرف ليه ما عم يحكيني، يعني في حدا على خط عم بسمعه. الو بلكي بناخذ خط ثاني. اوكي الو. ايه تفضل. يعطيك العافيه. اهلين. الله يقويكي. اهلا فيك. لكي انا من طريق جديده بدي اقول لك عشان مولدات الكهرباء. ايه هون المناطق عندنا كانت متفقين مولدات الكهرباء اصحابهم انه بياخذوا 50 دولار بالشهر. اوكي. إيه يعني شيء كثير على 3 ساعات، وبعدين وعدونا انه بده يحطوا عدادات وراضين يحطوا عدادات. نعم. يعني شو الحل يعني؟ هلا وين المشكله؟ المشكله انه السعر كثير غالي. يعني 50 دولار بالشهر؟ ايه نعم، على 3 ساعات. 3 ساعات بالنهار؟ ايه نعم. يمكن هن عاملينها هيك دغمه يعني، عرفت كيف؟ ايه نعم. ايه بس معبينا انه يعني قدمنا شكوى على وزاره الاقتصاد. ايه شو قالوا لكم؟ ايه بده يرغموهم انه يركبوا عدادات، هن اتفقوا مع بعضهم جميعا انه ما بده يركبوا عدادات لانه هذه مش من مصلحتهم. ما عم يقبلوا مش بس ببيروت، وين ما كان ما عم يقبلوا يركبوا عدادات. يعني القرار اللي صدر رفضوه اصحاب مولدات الكهرباء ببيروت وغير بيروت. هلا اذا عم ياخذوها هن على 3 ساعات يوميا 50 دولار بالشهر. نعم. يعني على كيف عم يحتسبوها هن المفروض يحتسبوا. مقطوعه يعني هون على نواب بيروت، على محافظه بيروت او بلديه بيروت تضبط الوضع معهم، يعني يتفق على سعر محدد غير ال 50. اذا فيها تكون اقل بيكون احسن بكثير. نعم. هذه مسؤوليه البلديه بفتكر. نحن رح نوصلها للبلديه، رح نوصلها، بس المهم يتخذ قرار سريع فيها. كمان اتصال. الو الو ست ربيكا. نعم ستنا. في عنا انا من مركز محافظه عكاره بحكيك من حلبة. ايه اهلا وسهلا. في عنا حيط هون لحاره ال الشيخ مقابل السرايا مقابل المحافظ. نعم. وقع من شهر اثنين مهدور ومقطوع الطريق، والحاره عم تتعذب بالاوتوكار والتلميذ وشتي، وعم يزيد الانهيار لحتروح الطريق، وفي فوق منه بيت واثنين وثلاثه لحي وقعوا في موقف سيارات، حفروه حفره غميقه وما عملوا حيطان دعم. وهو سبب يعني هالشيء هذا سبب الانهيار. طلب اعتراض للبلديه ورفعت البلديه دعوه عند الامور المستعجله، ولا حياه لمن تنادي. نحن رح نحكي. نعم. ماني عارف. نحن رح نحكي المحافظ لنشوف، لانه لنشوف شو الاجراءات ممكن تتخذ حفاظا على السلامه العامه. في طلاب عم بتقلف، في موقف سيارات، وفي سكن لا مش مفروض. وهلا نحن بعز الشتاء، يعني شوي اذا غزارت امطار بتعمل كوارث. رح نشوف مع سعادة المحافظ لبكي بالموضوع. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. باخد اتصال جديد. الو الو اهلا. بونجور. بونجور. بدي احكي مع مدام ريبيكا. تفضلي. انا مدام مكسورة علي 6 أشهر أجار بيت. وين؟ قاعدة بسيطة. وين قاعدة؟ نعم. وين قاعدة؟ قاعدة بسيطة مكسورة. نعم. علي 6 أشهر أجار بيت، رجال ما عندي، بنتي بتتعلم بالبطن والصوم، بس ما إلي عين أقول أنا من أي عائلة، لأن أنا بسكنت بنتي تركها جوزها، وعندها بنتي بتتعلم بالبطن والصوم. صاحب الملك طالب مني اترك البيت 26 شهر سنه المفتاح، انا مره كبيره بالعمر، ما فيي ادفع، كيف بدي فيل عندي بنت وعندي صبي وبنتي لواحدة بتشتغل تعطيش مصاري تضحك مني. بوسي لك يا جار بيتي 400 دولار، اذا في حدا يأمنني بوسي لملكي. قديش مكسور عليك؟ انت حنون وام، انا كيف بدي 26 شهر بده مفتاح البيت، وين بتروح؟ قد ايه الاجار؟ 400 دولار بالشهر؟ نعم.
يعني مكسورة علي 6 أشهر، ما عندي حدا بيساعدني غير الله. يعني عندك حوالي 2400 دولار تقريبا بدك بعد تدفعيهم؟ ايه تعبريني بس ما لي عين، ولا انا من اصل وين نص من بسكندة، ما لي عين. احترام لك، بوصي لك بوصي لك. لا 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 بترجاكي، يعني بالعكس، يعني انا لا بترجاكي. يعني المؤسف بقانون الإيجارات لو عملوا هذا الصندوق ما كنا بنسمع هالست عم بتقول أنا مني قادرة، واليوم الملك بده يحطها بالشارع. هل يعقل ست كبيرة بالعمر بتربي ولدين أرملة تنوضع بالشارع؟ سؤال برسم المعنيين بدي أشوف. ما بعرف إذا فينا نأمل 2400 دولار مدام من هال 26 شهر، بس أكيد بعرف كتار سمعوكي هلأ وشافوا، يعني سمعوا حرقتك، وبعرف في كتير ناس بتحب تساعد بالمكان المناسب. يعني أنا آمل إذا في حدا بيقدر يساعد هالست حتى نأمن لها هالإيجار، لكانت عرفت شو بدها تعمل. ما في اتكل على المالك، لو بدي اتكل عليه ما كان راح لعند هالست حددها قالها يا بتدفعي الأربعة أشهر يا أنت برا. هيدي منا إنسانية، خصوصا إذا عارف وضعه حقه ياخد الأجار، ومكسور الأجار 100% حقه، ولكن في قضايا إنسانية بتتخطى شوي الأمور المادية. أنا بتمنى مدام أنه أنا بتمنى تكيلي رقمك مع دوريس، وأنا بتمنى على المشاهدين إذا حدا بيقدر يساعد هالست نأمن لها أجارة حتى تشوف شو لازم تعمل فيما بعد، دبر حالها، بتكونوا عم تعملوا عمل رحمة خصوصا بهالشتاء وبهالتأس هيدا. إن شاء الله خير إن شاء الله. كمان اتصال. الو ايه تفضل مسيو تفضل. ايه الو ايه عم بسمعك تفضل. معك ميشيل الشامي معاون اول متقاعد. اهلا وسهلا فيك تفضل. انا وقعوا سلسلة الرتب والرواتب وما عملونا اسوة بالخدمة الفعلية. مزبوط. يعني اليوم انا اذا بدي اطلع شوي باخر نهاية المطاف كمادة 79 من قانون الدفاع الوطني، أنا طلع لي 100,000 ليرة. نعم. بعد خدمة 20 سنة هدرنا نحن دم وحملنا دمنا على أكتافنا لنحمي المدنيين. أنا إذا بتطلع بالقطاعات العامة شو عم تاخد من سلسلة الرتب والرواتب، أستاذ المدرسة اللي عم يطلع له 1,400,000 زادت معه، أما بالنسبة للمتقاعدين كجيش أو قوى أمن داخلي طلع لهم 100,000 وما أقل 2,000 ليرة، يعني 98,000 ليرة. هذه أول شغلة. عملنا نحن مظاهرات على الساحات ونزلنا وما حدا استقبلنا، وصلنا لمرحلة أنه نعدل المادة 18 من التجزئة برفع التجزئة، أعطونا إياها على 3 سنوات. هذا نحن مش عم نشهدون، يعني مين في الانتبه اللي عم نقدر نوصل أصلا لهذا الموضوع. وهلا وقف تحرككم؟ يعني ما عدتوا تحركتوا، ما عدتوا اتبعتوا الموضوع؟ لا نحن على سلا، نحن دائما بالساحات ما بنطلع من الساحات. يعني لا مش اصول، يعني لازم كل انسان ياخذ حقه قصة بالبقيه. يعني حتى كثار من المتقاعدين عم يتصلوا فيي من الجهاز العسكري وغير عسكري، عم يسالوا ليه صار هيك، او اي متى بيقبضوا، وليش هالقد بدهم يقبضوا. يعني اليوم كنت بتمنى انه هالسلسله ما تعمل كل هالكوارث على كل الصعد. ما حدا راضي، ما حدا واصل له حقه، يعني وانعكاسه على القطاع الخاص كمان يلي ما طلع له شيء. خليني نشوف، ما بعرف اذا في من تعديل، اذا في من اعاده نظر، ان شاء الله ان شاء الله. كمان اتصال. الو تفضلي. صباح الخير. صباح النور. أنا مدام ريبيكا، نحن جوزي كان مضمون على نمرة عمومي. نعم. باع النمرة. نعم. قبل ما يخلص ضمانه هو بيقعد 3 أشهر، قبل ما يخلص ضمانه قالوا له قدم طلب ضمان اختياري بيرجعوا بيضمنوك بما إنه لك أكثر من 20 سنة مضمون. نعم. جارنا نفس الشيء راح قدمه، هلا صار مضمون. راح قدم طلب وكل شيء، قالوا له تعب شهر 1، راح بشهر 1 قال بعد ما في قرار ينزل. طب كيف هيك؟ ما في ناس كمان انضمنوا هي؟ قال انتم خلص مشي طلبكم، بس هلا ليجي قرار من المجلس النواب ما بعرف من وين لحتى يضمنكم، نحن هلا مش مضمونين. بس اخذوا الطلب وعبوا كل شيء وظبطوا. شو رقم الطلب؟ رقمه 102، طلب انتساب مضمون اختياري. اوكي
طلب 102 تاريخ؟ تاريخ 11/10/2017. اوكي خليني اشوف يا رب على الله. شالله. يا رب ميرسي كثير. يعني ان شاء الله بس انه ليش انعطى لناس وناس لا، يعني ما بعرف هيدي شو القصه تبعها، مع انه انا بعرف انه الضمان الاختياري يلي مشي مشي وما عادوا اخذوا طلبات جديده الا اذا هلا فاتحين مجال، ما بعرف بدي اتاكد من الضمان وليش غيره اخذ هو ما اخذ، يعني صاحب هالملف هيدا لازم نعرفه، اكيد نحن منجاوب اكيد بهذا الموضوع. بموضوع علي والاتصال يلي ورد من ست بتقول انه كل ما شتت الدنيا وفاضت المي بالانايات على الرون بوين بتجلد الطريق وبصير في حوادث. نحن اليوم تواصلنا مع بلديه علي وحكينا مع المسؤول عن الاشغال استاذ وسام، وعرفنا انه بالنسبه لكل شوارع وطرق علي كلها الانايات معموله من زمان، ولكن طريق الشام هيدي الطريق عم بتساهم بلدية علي بتنظيفها، ولكن هيدي طريق دولية مسؤولة عنها وزارة الأشغال. وموضوع الرومبوان هونيك في مشكلة لأنه هالأناية هي تحت الجسر تماما، وإذا بدها تتنظف أو بدها يعني تتعالج بدها إقفال طريق الشام، وإذا أقفلت طريق الشام يعني مشكلة كبيرة لأنه هيدا شريان رئيسي وحيوي، وهيدا دايماً عم بتكون معالجته شكلية يعني جذرياً ما بتنحل المشكلة إلا بإقفال طريق الشام، وهالأمر مسؤولة عنه وزارة الأشغال العامة والنقل. نحن رح نرجع نحول الموضوع لوزارة الأشغال لنشوف إذا في طريقة، إذا بيسكروا طريق بالليل بيحولوها، لأنه مفروض أنه تتعالج لأنه عم بتسبب حوادث على الطريق وبتأثر على السلامة المرورية. باخذ اتصال جديد. الو 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 تفضل تفضل. الو مرحبا مرحبا. الو عم بسمعك تفضل. كيفك؟ نشكر الله. وانت من حكينا معكم قضيه البحث السوريين باوتلال. ايه لقلك شغله، أنا طلبت المحافظ بشير. حكينا معكم أمس قضية المحلات السوريين بعرسال. لقلك شغلة خليني جاوبك. أنا وصلت خبر لمحافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، لأنه من بعد ما اتصلت فيه اتصلوا فيه كمان من الهرمل عندهم نفس المشكلة. المشكلة بعرسال عويصة. ما بعرف لي عويصة. هيدا اللي فهمته مش من المحافظ، من الأشخاص اللي بيشتغلوا معه. أنا ناطرة جواب منه، عرفت؟ ما جاوبت بعد لأني ناطرة جواب من المحافظ لشوف شو ممكن ينعمل، لأنه سعادته أقفل عدة أماكن. ليش ما قدر أقفل بعرسال ولي بعد كمان ما قدر أقفل بالهرمل؟ يعني هودي الشكوتين إجوا ورا بعضهم وأنا ناطرة جواب المحافظ. أوكي؟ مش ناسي تبعتها، ناطرة جواب. كمان اتصال. الو بونجور مدام فيبيكا. بونجور. بليز بدي احكيك كمان عن الضمان. ايه انه بنقدم قضيه بيعطونا الوصل تنقبض بعد 6 اشهر. ايه بصير وسنه. بيعطونا اياه على 8 اشهر. ايه بصير وسنه وسنه ونص. رحنا تنقبض من شهر من 30/11 ما في مصاري. فانا بعدين كذا مره ما في مصاري، بس ما بعرف شو الموضوع. انتوا وين بأي فرع؟ بفرع بتغرين. تغرين. ليكي الموضوع مش بس بتغرين، بكل الفروع في تاخير دائما. اداره الضمان ما بتقول مشكله مصاري، بتقول مشكله بشر، يعني ما في عندهم ناس كتار يشتغلوا حتى يجهزوا بسرعه. انا ما بصدق وانتوا كمان، بس نحن ناطرين هلا يكون في مجلس إدارة جديد يكون من أولوياته الدفع يصير بشكل تلقائي وسريع. مش مسموح الناس تروح تتبهدل بمراكز الضمان، روحوا تعوا تعوا روحوا، وآخر شيء ما يعني حتى بالموعد ما في التزام بالمواعيد. وفي بعض فروع الضمان اليوم أخذ آيزو، يعني بتعرفي شو آيزو؟ يعني معناتها هي متقدمة بالخدمة، فلما ما بيدفعوا على الوقت يعني بعد مش متقدمين بالخدمة. هيدي مشكلة المشاكل بالضمان.
بتمنى انه تتعالج، بتمنى انه وبسرعه. ببوتشاي عم يتواصلوا معنا انه تزفتت اخيرا الطريق يلي بحثناها ويلي كانوا ناطرين بالبلديه وزاره الاشغال العامه والنقل، فلبي الطلب ومنقول لهم لمعالي الوزير شكرا. قبل ما انهي اكيد عنا صوره اليوم، لنشوف شو في عنا صوره اليوم. هلا اكيد السياره ما بعرف اذا قاطع على الميكانيك، بس شو عامله حاطه نمره جديده. هلا مش مرهو يعني مش مف... يعني تحطوا لوحه جديده مش مضطرين تعملوا ميكانيك، يعني فيكم تعملوا اللوحه بدون ميكانيك، بس اكيد منظر من هالنوع على الطريق اكيد الواحد بيشمئز انه فكرنا باللوحه بس ما فكرنا بصيانه هالسياره، على القليل توصل الناس بسلام. بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.